يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. بكل صباح بيكون للفن والرسم حصة بصباحنا لحتى نضوي على هيدي المواهب الموجودة وأكيد نستفيد من خبرتها. واليوم بيسعدنا يكون معنا تجربة بالاستديو قدرت توصل لمكان كتير حلو بالفن والرسم وأيضا مشروع تعليمي خاص فيها وخاص بتعليم الأطفال فنون الرسم. بدي أقول لضيفتنا الفنانة غيداء حليمة، يسعد صباحك وأهلا صباح الورد بحضرتك. صباح الورد يا هلا، صباحك اهلا وسهلا. صباح الورد. يعني بدايه بدنا نحكي اكثر، اي ما تبلشتي فيه لموضوع الرسم؟ هلا موضوع الرسم بلشي فيه من انا وصغيره، بس طورته اكثر بعد ما درست المعهد الفنون وتعبت على حالي شوي، سجلت بالمراكز وكان في دور للاستاذ عبد الله خدام بتعليمنا والاستاذ اسماعيل توتنجي، وبعدين انا بتعب على حالي يعني وبالبيت برسم وبحاول. كم سنه صار لك بهذا المجال؟ لي شيء هلا كان من زمان، يعني من 2010 بدك تقولي انه راسمي انا منيح، بس فلما اجوا الاولاد وهيك لكبروا هلا لي متفضي شيء 3-4 سنين. 3-4 سنين راجعين اكيد باذن الله، راجعين وبقوه يعني بقوتك كمان. ايه اكيد تماما. يعني انواع الرسومات اللي انت بتفضليها لإلك كشخص انك ترسمي، وانواع الرسومات اللي بتفضلي انك تبلشي فيها كتعليم مع الاطفال؟ هلا مع الاطفال انه بدك اول شيء تبدي من الصفر، انه بتعلميهم كيف يمسكوا القلم، كيف حركه ايدهم، بدك تعطيهم نماذج انه يحركوا ايدهم كل الاتجاهات، بدك تعلميهم القرب والبعد، مزج الالوان، بس بالبدايه يعني كله تظليل. شيء الدوره بتكون شيء 6 شهور تظليل، وبعدين شوي شوي بندخل بالاكريليك. يعني نحن مدرج مع الطفل بدايه من الرصاص يمكن؟ اي طبعا، بدون الوان طبعا، بعدين بنبلش لنعلمهم التظليل بشكل صحيح، الاضاءه، الظل، القرب، البعد، كل هالاشياء هاي، وبعدين ندخل بالالوان. فينا نبلش مع الطفل يعني اذا بدنا نحكي عن طفل صغير بعمر 5 سنوات بالالوان؟ اي طبعا. هلا الصغير غير اللي يكون واعي شوي، يعني هو ما كثير محبب. لا هلا انا عندي اطفال صغار، مثلا عندي كان بال6 سنين وعندي بال10، وعندي يعني عندي انا اعمار مختلفه، هذول دغري على الالوان، حتى قلم رصاص ما كثير بعمر صغير طبعا على الالوان، هذول بيعبروا عن احاسيسهم، عن الشيء اللي جواهم، اصلا تطلع الرسمه احلى دغري هيك، ان تحسيهم عندهم الوانهم حلوه، انه بتحسي كل طفل شو في بداخله. تفهمي؟ بدنا نحكي عن يعني رسوماتك انت، البورتريه قد ايه له حصه بهيدي الرسومات، شيء مميز فيه لهذا الفن؟ ايه هلا انا يعني بشكل عام بحب الرسم الواقعي، واقعي بحت، فبحب ارسم المراه بكل تفاصيلها، يعني انه يعني المراه خصوصا كأم، انه قد ايه لانه هي يعني اثر بالمجتمع بتربيه اولادها بكذا، فهذا كله بينعكس على الولد لما بيكبر. فبرسم المراه وبرسم كمان بورتريهات، البورتريه انه يعني كمان كثير حلو انك تعبري عن شيء كثير حلو. هلا عم نشوف بعض الرسومات، هي بعض الرسومات يمكن هي كل رسمه الى بتكون. هلا هيدي بملتقى فسحه امل، هيدا ملتقى فسحة أمل نحن عملنا من الزلزال اللي ضرب سوريا، طبعا أثر علينا كتير وضل بالذاكرة شيء أسود يعني، فنحن حبينا أنه نطلع برا هالشيء. كل واحدة مننا أنه اختارت ترسم عمل معين أنه هي حبيته، تأثرت فيه، حبت تجسده على اللوحة. فأنا كنت حبيت الطفلة اللي انولدت تحت الأنقاض، أنه هي الطفلة العائدة من رحم الموت، انه الام ماتت خلص، انه سبحان الله، فهي البنت عاشت، فهي البنت كثير اثرت فيي. طبعا انا هي اللوحات منزلينها هيدي مو خالصين، انه هي بعد ما خلصت كثير بكثير احلى طبعا. قد ايه مهم مثل ما ذكرتي دائما يكون الفنان على تواصل مع الواقع؟ كثير مهم، يعني بهيك لوحه ممكن كثير ناس انه تاثرت بهيدي القصه وصارت يعني قصه عالميه، انه هيدا البنت قد ايه مهم دائما يكون يجسد الواقع ويحكي عن هموم الناس ووجعها او هلا هو الفن رساله، بالنهايه في رساله، يعني انه انت بدك تفكري بشيء انه يخص الواقع، يخص المجتمع اللي انت عايشتيه، يخص الاحداث اللي انت عم تعيشيها. هلا نحن كل مرحله عم تصير بسوريا عم نرسم، ان كان الاحداث ولا ان كان الزلزال ولا الحريق اللي صار كمان عنا، ما بعرف اذا بتعرفوا فيه، انه
يعني بدك تمشي مع الواقع اكيد. هيدي يعني كمان فراعنه. الفراعنه شو خطر لك؟ هلا هاي اللوحه شفتها حبيتها فدغري رسمتها. رسمتي يعني الطفولة كمان إلى حصة يعني. هيدي بنت أخوة. أها حلو. إيه رسمتها كانت. وهون كمان فيش حالة معينة. هون المرأة العازفة إنه عملت لوحتين بلوحة. إنه الصورة ورا اللوحة إنه المرأة يعني بس بالألوان. أما هيدي العازفة حالمة مثل هي من خلال مشاركات يمكن اللي لا هيدي بالبيت. بالبيت. طيب هلا يعني في مشاركات اكيده يعني عم بتكون من خلال معارض من خلال ملتقيات اللي علاقه بالفن والفن التشكيلي، فبهيدي المشاركات اللي عم بتكون موجوده قد ايه عم تضيف فعلا للفنان خبره؟ هلا اكيد هلا المشاركات بالملتقيات بتضيف لك خبرات متعدده، مثلا انه نحن نرسم شي ساعتين، بنقعد ساعتين بنتحاور بنتناقش، انه انا رحت لعند لوحتك مثلا عجبني شيء، انه ممكن انت ما تكوني شايفتي او انت اجيتي لعندي نفس الشيء، انه بنستفاد من خبرات بعضنا. وبعدين كل وحده بتحسي عم ترسم مدرسه معينه، يعني انه مو الكل عم يرسم واقعي، مو الكل عم يرسم تجريد، يعني في من كل ال يمكن كل الاتجاهات بياخذ من حدا ممكن. ايه طبعا. هلا انا باخر لوحه يعني ما انا مطلوبه مني، هلا بالزلزال طلب مننا عملين، عمل عن الزلزال انه شيء حزين يعني نحن بدنا نعبر عنه ونجسده، والشيء الثاني اللي هو الامل، فسحه امل كان عنوان الملتقى. هلا بالزلزال رسمت هاي البنت اللي انولدت من تحت الانقاض، والفسحه امل انا حسيت انه صح انه بنت اخوه وكذا، بس انه نظرتها ضحكتها بتحسي هيك في شيء خفي، في حب، في امل، في حياه. وكان الي كمان رسمت اللوحه الثالثه، يعني هيدي من عندي شطاره رسمت فيها جربت التعبيري باشراف الاستاذ توتنجي. التعامل مع الوجوه صعب يعني لحتى توصلي هيدا الاحساس. انت اذا حبيتي ما بتحسي صعب. تمام. كيف بتحبي هيدا اكيد هيدا النوع من الرسومات؟ يمكن كثير بحبه. بتلاقي صعوبه بالوصول للاشخاص اللي ممكن انت ما تكوني حاسه يعني مثلا بحب لرسمهم وطلبوا منك ترسميهم؟ لا برسمهم برسمهم. ما شرط كل شيء ما بتحبي انه ما فيك ترسمي. ترسمي احيانا الشيء اللي بتحبي والشيء اللي ما بتحبي يعني. واكثر دليل انه حكينا انه هيدا صح انه الطفله، انه انا ما بحب ابدا اني اشوف طفل مظلوم او اشوف طفل محروم او مولود تحت انقاض، فما بالك يعني هالولاده المؤذيه يعني. فما بحب هيك بس رسمت هيك. نفس الشيء للاشخاص كمان. ردود فعل الناس يعني بهيك ملتقيات لما عم يشوفوا يعني لو عم يشوفوها بشكل مباشر فهي رده الفعل بتكون مبينه. كيف عم تشوفوا رده الفعل من خلال وجود الناس وحضورهم لهيك ملتقيات؟ بتحسي انه كثير معجبين وكثير بيناقشوكي انه كيف عامله كيف. هلا انا بلوحه الطفله انه عملت هيك شغله جديده، انه هي تحت الانقاض وتراب وكذا وعمل. اول شيء كنت حاطط لها هيك انه مثل البساط او شيء هي نايمه لي او بطانيه او هيك. بالاخر حسيت انه غلط وما صح هيدا الحكي، فرحت عملت لون ترابي وصرت شيل التراب من المتحف، تراب ناعم، وزدته فوق اللون. طلعت حقيقية مليون بالمية، وحتى العشب علق يعني انه تحت الولد وهيك، وتحسي انه طلع واقعي كثير. كانت تستوحيها انت يعني طلعت بلحظة انه انا بدي. حتى استاذي استغرب يعني انه كيف طلعت هاي الفكرة، فحبيتها كثير. وصولك لمرحلة التعليم وبداية التعليم امتى كانت وكيف بدأتي فيه؟ تعليم الصغار، تعليم الاطفال، الرسم. تعليم الاطفال من شي 4-5 سنوات، انه حبيت انه انا بحب هيدا الاشي، وبالصيف ما عندي شيء فقررت افتح هيك معهد صغير، وكثير في اقبال يعني الحمد لله، انه بتحسي هالبراعم هي الصغيره التعامل معها بياخذ العقل، ف وبيستوعبوا وبيفهموا، ويعني شو ما قلتي لهم انه تمام. تمام. دائما بنعرف الشخص اللي بيكون عنده الفنان بشكل عام وخاصة بيحب رسم البورتريه بده هيدا الجو الخاص، الطقوس الخاصة اللي بتكون محاطة فيه. فينك تكوني بهيك جو يعني، أو شو هو الجو اللي ممكن أنت تكوني موجودة فيه لحتى تطلع اللوحة ترضيكي بالأول؟ هلأ أهم شيء تكون فيروز موجودة معي. فيروز أهم شيء. فيروز صبح يعني بتبلشي أو كل الوقت فيروز؟ يعني أي وقت أنا عم برسم فيه بدي فيروز. خصوصا سلم لي عليه. كثير بحبها، بحس حالي انه الرسم بيجي من معها
يعني منها هي. انا لما برس يعني لما بسمع بحس حالي عم برسم هيك بشكل تلقائي بيطلع معي. وبقعد ساعات طويله يعني. هلا انا بلشت بلوحه ما في يقوم وما خلصها. اها من بدايه ممكن تضل يومين مثلا. حلو. لشو عم تحضري هلا؟ هلا انا عم حضر عده لوحات ولسه بدي هيك كام لوحه اذا الله راد رح اعمل معرض افرادي. معرض افرادي. وفي معارض ثانيه غير فسحه امل اللي شاركتي فيها وهذا هلا شاركت بفسحه امل، شاركت بفضاءات لونيه، شاركت بريشي ولون. وهلا عندنا لسه ملتقيين على الصيف وكمان معارض جماعيه بالمركز الثقافي. فإذا تحضير هلا لإلك انت لمعرضك اذا الله راد ان شاء الله. المعرض الاول الخاص لحضرتك؟ الاول ان شاء الله. اكيد بتمنى لك كل التوفيق حبيبه قلبي سواء بتحضيرك للمعرض او بالملتقيات اللي ممكن تكوني موجوده فيها وحتى بمجال التعليم للاطفال. شكرا لوجودك معنا اليوم الفنانه حبيبه قلبي ريداء حليمه. شكرا لك حبيبه قلبي. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، نورتي صباحنا. حبيبه قلبي شكرا.